الجمهور فاهم كده. هات العب مش الجمهور الشعب. والله إلا حرام. والله إلا حرام. والله إلا حرام. دوي بابا بنا باتي زا يبغوا فيلم على سعد زا لفتوا على سعد اه صراحه اسمعوا ما مضوا في ظل غياب الجمهور في المقاتلين واش كتشوف على ان حضور الجمهور كان غيعطي التاثير ديالو وتغير نتيجه المقاتله؟ بطبيعه الحال هذه اللي حاجه ما فيهاش الشك. الجمهور هو لاعب رقم واحد في النادي الرياضي القنيطره، ماشي لاعب رقم 12. حضور ديال الجمهور اليوم في هذه المقابله كان غادي يكون واحد الحافز كبير للاعبين. كما كتشوفوا المقابله دازت واحد الاجواء اللي بارده، ما كانش تحفيز بالنسبه للاعبين. اللي بغي نقول هو الله ياخذ في الحق في اي واحد خدا هذا القرار هذا ديال المنع ديال هذا التيران هذا باش ما يدخلش الجمهور في ظل غياب المنحه، في ظل غياب بزاف ديال الحوايج. يعني الجمهور هو الامل الوحيد اللي كان عند اللاعبين هادو، كنشوفوا اليوم ما كاينش. شنو نقدر نقول لك هو ان المسؤولين راه كيشوفوا كل شيء، راه كيشوفوا الفريق كيعاني. يعني اللي بغى يقدم الدعم راه ديالو لقيته، ماشي تبقى جوج دورات تجيبوا هكا المنحه ديك الساعه ما يكون عندها حتى شي دور. يعني الا كانوا المسؤولين بصح كيبغيو هذه المدينه وبصح فاتوا سيروا هذا الفريق هذا، راه هذه هي لقيته فين يعاونوا الفريق ديالهم، ماشي حتى لاخر السنه. نفسية أخرى اللاعبين باش تجهدوا. شفنا بعض الغيابات في العناصر الأساسية، هشام عروي، عدم إدخال محمد بن سعيد، ممكن توضح واش هاد الغيابات كان عندها تأثير على مستوى النتيجة؟ هو سي نورمال بدا تكون غادي بواحد التشكيلة رسمية ولا تعطي نتائج إيجابية، أكيد يكون واحد يعني يكون واحد التأثير نسبيا ماشي 100%. حنا دخلنا لاعبين جدد باش نوضح الرأي العام أن بن سعيد عنده مشكل في الظهر ديالو، يعني ليلة الكونسنتراسيون حسب الآلام حاد في الظهر ديالو، لهذاك اضطرينا باش نجلسوه. كنا ديج طولة الأسبوع حنا نوجدوا لهذ المباراة بواحد الطريقة مغايرة على الطريقة ديال اليوم. إلا تبعثرت لنا الأوراق ديالنا، الغياب ديال العروي كان 4 إنذارات وهذا الشيء راه كلشي عارفه. أنا هذا نعتبرها هزيمة التعادل هذا، ولكن نزيدوا نشتغلوا باش مازال 7 دورات ناخذوها بواحد الجدليه، وكل مباراه كما نقول اللاعبين ناخذوها على شكل مباراه سد ولا مباراه نهائيه اللي تخليك اما موت او حياه. ونتمنى من اللاعبين سيرتو من الناحيه الهجوميه يفيقوا معنا شي شويه باش لان نخلقوا مجموعه ديال الفرص وما تتاش لينا. نتمنى المباراه المقبله ناخذوها بكل جديه وبكل قتاليه وبكل اصرار باش نفرحوا الجماهير القنيطريه ان شاء الله. الجماهير القنيطريه الهدف ديالها هو تحقيق الصعود، خصوصا مع التقدم المستمر والتعثر بعد المنافسين في الدوره. كيف هذه الطمأن الجماهير على ان الصعود باقي ممكن في باقي المقابلات؟ شوف الصعود حتى لاخر دوره عاد نقولوا صعدنا ولا مصعدنا، الى حد الان كل شيء مازال في اسفل الترتيب، اخر كل شيء يقلب باش ينزل باش يطلع باش هذه، يعني نامروا بالحظوظ ديالنا حتى لاخر دوره ان شاء الله، وما غادي هو يكون غير خير ان شاء الله. رساله اخيره للجماهير اللي غتكون حاضره معكم في المقابله القادمه. تساند اللاعبين، احنا محتاجين لهم الدعم ديالهم بكل صراحه، نشكرهم على المسانده ديالهم في مدينه تماره، راه السبب الاول والاخير هما اللي رجعونا بالنتيجه، يعني بهذاك لاراج اللي خلقوها في اللاعبين بالتشجيعات ديالهم طيله المباراه. بقينا مأمنين بالحضونات، تسجلنا الهدف ديال التعادل الهدف الثاني. كنت أؤمن نفسي يكون هذا الأسبوع معنا الجمهور، ولكن للأسف هناك أمور ما يمكنناش ندخلوا فيها احنا. نتمناو يطلقوا لنا الجماهير باش يعاون اللاعبين، لأن محتاجين للسند ديالهم بكل صراحة.